اهلا بكم مشاهدينا الكرام، ورحب بضيفي الاستاذ عبد الرحمن اللمين. مرحبا بك في اول اطلاله معنا عبر مانشيتات السودانية. مرحبا بكم في السودانية 24. اسعد كثيرا ان اطل عبر شاشتكم هذه الشاشه التي ولدت باسنانها وحجزت مكانها تحت الشمس. نبدا مباشره من صحيفه الصحافه وتنفيذ رفع العقوبات اليوم، ومراسلو البنوك الخارجيه يستعدون للمعاملات المصرفيه. أعلنت البنوك الأمريكية فتح شفرة التحويلات سويفت كود مع البنوك السودانية في إشارة لبداية المعاملات التحويلية بين الجانبين، حيث سيدخل قرار الإدارة الأمريكية برفع الحظر الاقتصادي عن السودان حيز التنفيذ اليوم. وكشف بنك السودان المركزي أنه منذ صدور قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان توالت برقيات واتصالات التهاني من مراسلي البنوك الخارجية والمراسلين الخارجيين مبدين سعادتهم بهذه القرارات وجاهزيتهم لمباشرة كافة المعاملات المصرفية والتي ستنعكس إيجابا على تجسير حركة التجارة والنقل وانسياب تحويلات السودانيين العاملين بالخارج عن طريق الجهاز المصرفي. أستاذ عبد الرحمن، تنفيذ رفع العقوبات رسميا اليوم، ما هي أبرز التأثيرات المتوقعة؟ طبعا منذ العام 1997 إثر توقيع العقوبات بقرار من الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، تم حظر السودان من كل المعاملات المصرفية والتجارية والمالية أي لنحو أكثر من 20 عاما. اليوم استعيد السودان مكانته. لك أن تدرك الفرق إذا علمت أنه خلال 20 عاما التي فرض فيها الحظر كان السودان كله يتعامل عبر مراسل واحد في أوروبا. اليوم بعد إعادة التعامل السودان استعيد تعاملاته مع أكثر من 40 مراسلا حول العالم. طبعا النقطة المهمة التي نريد أن نشرحها، الناس كلهم يتحدثون عن أن المصارف الأمريكية اليوم تفك شفرتها أو ما يسمى بالسويفت كود مع المصارف السودانية. أعجبني تعليق جميل جدا لأبراهيم محمد الحسن خبير الاتصالات نائب زين، قال أن السويفت كود ليس هو عبارة عن بل في يمكن إغلاقه وفتحه، هو يظل متاحا أمام المصارف السودانية لكن بسبب الحظر كان لا يمكنها التعامل معه. اليوم بعد رفع الحظر فإنه بوسع المصارف السودانية إعادة التعامل عبر السويفت كود. من المؤكد أن السودان عانى كثيرا، تعلم أنه في الفترة الفائتة كان السودان لأجل أن يحصل على منتج ما أو على سلعة ما أو على قطع خيار يتم ذلك عبر وسطاء، وكان هذا يرفع سعر التكلفة كثيرا حتى منتجاتنا السودانية، لأنه كان محظورا علينا تصديرها لأوروبا ولأمريكا والعالم الأول، كان يتم تصديرها عبر آخرين عبر وسطاء استوردونها من السودان ثم يعيدون تصديرها مرة أخرى ويكسبونهم القيمة المضافة. كل هذا كان يمثل خسارة اقتصادية كبيرة وبالغة جدا على السودان. هل تتوقع الآن تدفق النقد الأجنبي للبلاد؟ طبعا ليس هكذا، ليس هكذا. فتح التعامل المصرفي والمالي يتيح للمراسلين للمستثمرين أن تتدفق أموالهم عبر المصارف، هذا أيضا يجذب استثمارات كبيرة في مبتدأ الأمر، كذلك هذا يتيح لآخرين كانوا قد انسحبوا من السودان بسبب صعوبة تحويل أرباحهم. كل شركات الطيران التي انسحبت من السودان كانت قد انسحبت بسبب أنها لم يكن بوسعها أن تصدر تحويلاتها عبر المصارف. اللوفت هانزا آخر الخطوط الطيران التي انسحبت من السودان كان بسبب عسر تحويل أرباحها من السودان. اليوم بعد فتح التعامل المصرفي والمالي كل هذا سيفتح الباب لعودة كثير من الشركات المجددة، لكن من المؤكد أن الحصيلة النقدية وارتفاعها إنما تتوقف على ارتفاع حصيلة الصادرات السودانية وتتوقف على زيادة الإنتاج. حتى الموضوع أعتقد مرتبط بانخفاض سعر الجنيه. طبعا انخفاض سعر الجنيه يعني هذا يتيح فرصة للسودانيين ويخفض من قلاء الأسعار الذي ضربنا كثيرا، لكن أود أن أركز هنا. تذكر تماما أن السيد وزير المالية في المؤتمر الصحفي كان قد قال أن السودان بصدد سياسات مالية ونقدية جديدة. إلى يوم الناس هذا نحن لم نقف على هذه السياسات المالية والنقدية. كان حريا بالسيد وزير المالية وبالبنك المركزي غداة إعلان رفع الحظر أن يحشد أكبر قدر من الموارد، لأن السوق العملات الأجنبية الآن يشهد اضطرابا كبيرا. كان ينبغي على المصارف وعلى البنك المركزي أن يحشد أكبر قدر من الموارد لكي يسيطر على هذا السوق. تعلم أخي أن انخفاض سعر الدولار ليس كله خير محض، لأن الدولار إذا انخفض وتدهور التدهور مريعا فإن هذا يؤثر على حركة الصادرات السودانية. نتحدث عن ماذا يمكن أن يستفيد السودان
بعد فتح باب التحويلات لدفع عجلة الاقتصاد. طبعا فتح باب التحويلات هذا يتيح فرص لاستثمارات جديدة، يتيح فرص للذين يريدون أن يحولوا أرباحهم للخارج أن يتم تحويلها بكل سهولة ويسر. هذا يفتح للسودان أبواب جديدة. كما تعلم فإن السودان خلال 20 عاما كان خارج دورة الاقتصاد العالمية تماما. الآن السودان يستعيد دوره ويدخل دورة الاقتصاد العالمية. هذا يتيح له كذلك فرصة أن يتعامل بقروض مع عدد من المصارف. تعلم أن حتى المصارف العربية في منطقتنا كانت قد أوصدت أبوابها أمام السودان بسبب الحظر الأمريكي.